السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا اون فورم. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو اليوم رجع لكم بواحد الفيديو، نتمنى انها تعجبكم وتاخذوا منها افكار. ان شاء الله اليوم هو يوم الاحد، النهار ديالنا كامل، ما كاينش ستريس ديال وسط الاسبوع والروينه وجري عليا جري عليك. فهاد النهار هذا عطله، على خاطرنا غنفيقوا غنفطروا على خاطرنا وغنديروا شي حويجات على برا وفي الدار كذلك. وبزاف ديال البنات يقول لي ايمان كتورينا هكا شي تصاور في الانستغرام، شي بلايص كتمشي ليهم ولكن ما كتشاركيهمش معنا في اليوتيوب. علاش؟ البنات اللي متبعيني من شحال هذه راكم عارفين انا من الناس اللي ما كنبغيش نصور على برا، يعني ماشي اي حاجه غنصورها ولا اي بلاصه مشيت ليها ولا اي بلاصه تقديت منها ولا جلست فيها خصني نصورها. يعني انا عاده ملي كنخرج مع الدراري كنفضل اني ندوز واحد الوقيت دو كاليتي، ندوز واحد الاكتيفيتي مع بعضنا عوض انني نبقى غدا وكنصور. فهذه شخصيه، يعني حريه شخصيه. انا ما تنبغيش نصور بزاف على برا، كنتحرج بعض المرات اللي كانت الدنيا مثلا عامره، والحاجه اللي كنظن بانها تقدر ما تفيدش الانسان فلا داعي انني نصور فين مشيت ولا فين تغديت ولا فين تعشيت ولا شنو شريت الى اخره. الحاجه اللي يمكن انها تفيدكم وانتم سولتوني عليها راني كنصورها لكم وكنشاركها معكم، والحاجه اللي يعني انا كنفضل انني ما نبينهاش راني ما كنبينهاش. فيعني هذه فقط بالنسبه للاخوات اللي بزاف منكم راسلوني يقول لي ايمان بعض المرات كنشوفوا شي تصاور في الانستغرام اللي ما كتشاركيهمش معنا في اليوتيوب. فالبنات هذا الشيء هو اللي كاين. كنتمنى البنات اللي سولوني يكونوا حاضرين وكيشوفوا هذا الفيديو اليوم. ونبداو على بركه الله. كما لاحظتوا هذا الصباح هذا الحمد لله صباحه واحد الشميسه اللي هكا زوينه، وصراحه حتى الجو ولا هكا كيزيان، ما بقاش يعني داك الضبابة وداك البرد، الحال ولا هكا زوين، فصل الربيع كنحسوا به. غير وكان هاد الوريضات مساكن صافي كما لاحظتوا شي وحدين ماتوا وشي وحدين ما بقاوش بغاو ينوضوا من جديد، واخا كنسقيهم بالماء. ان شاء الله غير يكون عندي الوقت غادي نعاود نمشي لهذيك البلاصه اللي كنتقدا منها الوريضات وهذا الشيء ديال الجريده، ونعاود نقد هذا الشيء كامل ندير وليدات جدادي، لان صراحه هاد الكائنات حيه كتعطي واحد النفس جديد للدار ديالكم، سواء في الدار او على برا او في لي تيغاس، كتعطيكم واحد النفس جديد هكا للدار. وكيف ما قلت لكم اليوم هو يوم الاحد، دونك فقنا على خاطرنا. في الصراحه هاد الصباح هذا ما قلت يعني ما غاديش نضيع الوقت بزاف في الكوزينه، داكشي اللي عندي غادي نعاود نسخنه، يعني اي حاجه اليوم غادي نحطها في الطبله الا وكانت عندي من البارح. هنا عندي شويه ديال الباغيت غادي نقطعو، كان عندي شويه ديال الحريشات، عندي الرزيزه، المهم هادشي كامل غادي نعاود نحطو ونعمر واحد البريد ديال اتاي، وصافي ناخذ الوجبه ديال الفطور ونخرجوا باش ما نضيعوش الوقت. هاد القطعه البنات اولا هاد الخشبه ديال الخبز بزاف منكم كيسولوني عليها، صراحه عمليه جدا، غير الاشاره راه كاينه في مرجان اولا في كارفور، شتها واحد المره، انا كنت شريتها من فرنسا بالضبط من اكسيون، ولكن راها موجوده كذلك هنايا في لي غروند سيرفاس. رائعه جدا البنات، كتخيل لكم لفتات وسط من داك الخشبه، ما كتبقاوش ترولوا نهائيا لا الطبله ولا سطح العمل. وطبيعه الحال ملي كتكون عندكم الحاجه ديجا واجده في الكوزينه ما كتبقوش تفكروا بزاف. الحرشه دائما كنديرها، كنت شاركتها معكم عده مرات، كنحطها في الكونجيلاتور. هاد الرزيزه هادي ما كنديرهاش صراحه، عمرني ما درتها، ولكن واحد السيده كناخذها من عندها رائعه جدا هكا، وغير كتحيدوها من الكونجيلاتور كتفوروها كتولي رائعه جدا بحال يلاه طابت. صافي بقى لي شويه ديال لي كاب كيك من اللي حضرت معكم اخر مره، هما حطيتهم في الطبيله وصافي. هاد الشيء هو اللي كاين، غنحط داكشي اللي كنرافق به الفطور في الصباح، لي فرماج، زيت العود الى اخره. صافي هنايا حطيت الفطور، جلسنا غير في الكوزينه لان كما قلت لكم ما بغيتش نضيع الوقت بزاف اليوم ونبقى قاعد نعمر عليا الدنيا بالروينه. صافي هنايا حطيت الصينيه ديال اتاي، راه اتاي باقي عندي فوق البوطه. نهار السبت اولا الحد بالضبط كنبغي هكا نعمر واحد الكويز ديال اتاي على حقه وطريقه، ماشي بحال وسط السيمانه ما كاين غير جري جري عليك قهوه ولا تيزان بالزربه وصافي وكنخرج. وهنايا حطيت كاع داكشي اللي كان عندي من قبل كيف ما لاحظتوا. غادي ناخذ الوجبه ديال الفطور ونتلاقاو دابا شويه.
ورجعت لكم البنات مره اخرى هنا غنخرجكم معايا باش ما تقولوش ما كتخرجيناش معاك ايمان في اليوتيوب. المهم غنضربوا واحد الدويره غنتقداها كشي حويجات للدار والدراري كذلك. وهنا جيت لعند دياب بالضبط يعني في الدار البيضاء البنات راهم هنايا راكم غتعرفوه. صراحه هو المكان اللي كيعجبني نخرج فيه مع الدراري بالتروتينات اولا بالفيلو. علاش؟ لان فيه واحد الباركور فيلو فين يلعبوا الدراري الصغار بعيد على الطريق، وفي نفس الوقت عندكم المنظر ديال البحر في الطريق كامله، يعني واحد المنظر اللي هكا زوين بزاف وكتبدلوا فيه الجو. سينو في الحقيقه ما كاينش بزاف ديال الاسباس فيغ هنا عندنا في الدار البيضاء، يعني قليل بزاف كتلقاو هكا لي مول، تلقاو هكا دي بارك، ولكن ان اسباس فيغ فين تقدروا يكون فيه باركور فيلو اولا باركور تروتينيت اولا فين يكون خاص هكا غير بهذا الشيء ديال الجرا، وهذا ما كاينينش بزاف. يعني خصكم فريمون تبعدوا، وانا ملي كنبغي نبعد راني كنت وريتكم بزاف ديال لي زادريس اللي خارجين عن الدار البيضاء اللي يمكن لكم ديروا فيهم بزاف ديال لي زكتيفيتي مع وليداتكم. المهم البنات هنا غادي نقلبوا على شي بلايصه فين نوقفوا ونرجع لكم. وسبحان الله خلينا الشميسه ملي وصلنا هنا لقينا بحال الجو هكا مضبب، وفات كاين هذيك الضبابه اللي من بعدها غتجي الشمس، يعني ديك الضبابه اللي كتكون هكذا في الصباح شويه غامقه، ولكن من بعد عاد زين الجو وجات واحد الشميسه هكا اللي خرجت زوينه. وهنا في الطريق بلينا واحد السيد كيقاد هاد لي براسلي هادو في اليدين، صراحه الدراري الصغار كيثير انتباههم هاد الشيء بزاف، وكيدير واحد الخدمه اللي زوينه بزاف. كتختاروا فقط السيور اللي بغيتو اولا داك لو براسلي اللي غادي تختاروا اولا الخيط في اللون اللي بغيتو نتوما، وكيدير لكم الاسم ديالكم داك الساعه كيقادو لكم سواء الاسم ديالكم اولا تكتبوا ان ميساج اولا شي حاجه فوق داك الحديده، وكيقادها بواحد الطريقه الصراحه اللي فريمون محترفه وكتجي زوينه بزاف هكا. وفي دقيقه اولا دقيقتين كيعطيكم لو براسلي ديالكم بيرسوناليزي على حساب نتوما داك الشيء اللي طلبتوا منه، وفي نفس الوقت راكم كتشجعوا هاد الناس هادي اللي كتخدم هكا واحد الخدمه شريفه، وفي نفس الوقت واحد الخدمه اللي ماشي قاره مع هاد الوباء. بزاف ديال الناس اللي تاثروا بهاد الفيروس هذا، ولكن الا قدرنا نعاونوا هاد الناس في هاد الاعمال البسيطه راكم كتعاونوهم، وفي نفس الوقت صافي بليزير للدراري الصغار. ومن بعد ما لعبوا مزيان الدراري على خاطرهم الان غندخل نتقدى داكشي اللي قلت لكم ناقصني. والصراحه ملي كتلعبوا هكا مع الدراري كيكونوا بالفيلو اولا بالتروتينات كديروا نتوما الرياضه بلا ما كتشعروا، يعني كتبقاو تابعينهم فريمون. تمشينا مزيان البنات من ميغا غاما تقريبا حتى المروكومول، يعني واحد تقريبا واحد 11 كيلومتر اللي ضربنا ديال على رجلينا هكا على البحر. المهم البنات هنا الدنيا كانت عامره بزاف، ما كانوش تخفيضات نهائيا، غير الاشاره بالنسبه للاخوات اللي يقدروا يسولوني ما كاينش تخفيضات في حتى شي حاجه. كاين داكشي اللي كتعرفوا لي ماغازان اللي كاين راهم كاينين، ولكن ما كاينش تخفيضات. ما غاديش نتعطل بزاف، غندخل نيشان نتقدى داكشي اللي خصني ونرجع ونتلاقاو بعد قليل. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني بزاف على هاد الوريقات اللي كنوضع تحت من الكيك اولا اي حاجه كنبغي نقدمها، راهم موجودين البنات فين ما مشيتو. انا كناخذهم عاده من كارفور اولا من مرجان. هنايا كاينين الاشكال والانواع مؤخرا بان لي جابوا بزاف ديال الموديلات جداد، يعني بعض المرات كتلقاو واحد جوج او ثلاثه تاع لي موديل اللي كيتعاودوا، ولكن هاد المره لقيتهم جابوا بزاف. كاين الاحجام اللي مختلفه، كاين الكبير كاين الصغير، والاثمنه راه كتختلف، يعني ما كيفوتوش 20 درهم، كتلقاو ما بين 12 الى 18 درهم على حساب لا طاي وعلى حساب الموديل ديال الورقه. وانا هادو اللي كناخذ دائما اللي مدورين، كيعجبوني هادو، كيعجبوني هادوك اللي مربعين. غير وكان هاد المره راني نوعت شي شويه لان بان ليا موديلات اللي هكذا جداد، وهادو كيعطيو واحد الديكور رائع جدا لا بريزونطاسيون ديال الحلوه ديالكم اولا اي حاجه وضعتوها في الاسفل ديال التبصيل ولا عفوا في الاعلى ديال التبصيل تحت منه هاد الوريقه كيجي شكلها زوين بزاف.
خرجنا من المول وكملنا الجولة ديالنا على برا. المهم هنا اللي نوريكم شوية الباروك ديال رمضان. كما تعرفوا ملي كيقرب رمضان عزيز علينا هكذا نشريو معينات جدادين، نزينو المائدة ديال الفطور. هاد السوبيرات هادو بغيت نشاركهم معكم لأنهم عجبوني بزاف الصراحة، ثمنهم مناسب وشكلهم رائع جدا. للأسف هذا هو لونسومبل اللي عجبني ولكن ما لقيتلوش السوبيرة ديالو، يعني شكله زوين بزاف. وكاع لي زونسومبل اللي كاينين كلهم فيهم نفس الديكور في السوبيرة إلا هذا. قال لي داك البائع بانها ما بقاتش بولانستو، يقدروا يجيبوها من بعد ولكن ما بقاتش. ولكن هادو كاملين راه عندهم سوبيره ديالهم، شكلهم رائعين كيف ما كتلاحظوا. يمكن لكم تزينوا بهم الموائد الرمضانيه ديالكم، واي حاجه ما كيكونش فيها الزواق بزاف انا شخصيا كتعجبني وكتكون هكا نوتر كتجي زوينه بزاف. صافي البنات، هنا رجعنا للدار، تقدير الكوزينه وضعتها مباشره في الكوزينه ورجعتها للمكان ديالها. هنايا عندي واحد البلاطو اللي شريته من الفا 55 ديال الخشب، زوين بزاف غادي نشاركو معكم. كيجي هكا زوين في المائده اولا تحطوا فيها كديكورات. وبالنسبه للدراري الصغار كما قلت لكم كنت باغي نتقدى لهم شي حويجات، ما كانوش تخفيضات نهائيا في المول ولكن خديت لهم هكا شي حويجات اللي كانوا ناقصينهم. خديت شويه من ليفتيز وشويه من زارا. ورجعت معكم الان المطبخ، غادي نحضروا الوجبه ديال الغدا. بصراحه ماشي غدا وانما عشاء، لان دوزنا الوقيته في العشيه على برا. خدينا هكا كاينه واحد درنا واحد لابتيت بوز، ولكن الماكله ديال الزنقه ماشي بحال الماكله ديال الدار فما كتشبعش. دونك قلت غادي نحضر هكا واحد العشيه اللي نجتمعوا عليها كاملين في المساء. وفكرت في الاول قلت غادي نحضر فقط واحد المريقه ديال الدجاج، قلت غندير معها شويه بطاطا مقليه اولا بطاطا في الفران. المهم كنت غادي نشوف. وفي الاخر ويبان لي واحد شويه درفيسه باقي عندي في الثلاجه اولا المسمن درفيسه باقي في الثلاجه، فقلت علاش لا نحضر هكا واحد الرفيسه، واحد الاكله كتبقى هكا صحيه الدراري الصغار مع فيها العديسه وفيها هكا المرق، ونجتمعوا عليها كاملين في المساء. المهم بالنسبه للوصفه ديال الرفيسه راكم كتعرفوها كاملين، شاركتها معكم عده مرات، وعندي كذلك واحد الفيديو في القناه اللي فيها الرفيسه بالتفصيل، حضرت معكم فيها كذلك المسمن. غير وكان دابا ما بقاش عندي الوقت نهائيا نحضره في الدار، لان اولا ما كيكونش عندي الوقت، ثانيا السيده اللي كتحضروا لي الان واحد السيده اللي صراحه كدير المسمن ديال الدار، كدير واحد الكميه هكا كثيره، وكان كوموندي عليها كنديرو في الفريغو اولا في المجمد. النهار اللي كانت شهر الرفيسه كنجبدها وكنحضرها بسرعه، يعني المسمن هو اللي كياخذ لنا الوقت فقط. يعني ملي كنشهاها كنجبدها كنلقاها عندي واجده، كندير فقط المريقه وصافي، ها هي الرفيسه ديالي واجده. بالنسبه للدجاج ما خرجوش من قبل، يعني تدخلت للدار عاد خرجته، ولكن غنحاول نشحرو مزيان عاد غادي نضيف عليه الماء، يعني باش يتشحر هكا وتدخل ليه داك الاقامه. هو الدجاج كل ما خرجتوه قبل كل ما احسن، ولكن حتى الاخر لحظه كما قلت لكم عاد قررت انني نبدل الوصفه ديالي. دونك هنايا غادي ندير التوابل، المهم التوابل الخاصه بالدجاج. غادي نضيف كذلك واحد شويه ديال السمن لان مهم بزاف عندي في الرفيسه. وبالنسبه للعشوه داكشي انا ما كنديروش اولا الحلبه، يعني كندير واحد الرفيسه اللي عاديه جدا بالتوابل ديال الدجاج، وكنضيف عليهم السمن، هذاك السمن اللي كنت شاركت معكم ديال بيم اللي رائع جدا البنات، فيه واحد النكهه واحد البنه اللي زوينه وكيعطيكم هكا واحد التتبيله اللي رائعه جدا. في نفس الوقت اللي كنحضر فيه المريقه غادي نقي شويه ديال العدس. بالنسبه للعدس الصراحه كتكون نقيه، يعني هذه اللي كناخذ انا كتكون في لوساشي كتكون نقيه، فقط كيكون فيها بعض المرات مثلا واحد الحبه ديال الزرع او واحد الحبه مثلا ديال شي حاجه اللي يعني شي قطنيات اخرى، ما تيكونش فيها الوسخ ما يكون فيها الحجر ولا حتى شي حاجه. مي دائما كنحاول نعاود نقيها ونغسلها مزيان عاد نضيفها المرق. صافي هنا كديك جبت المسمن ديالي من الفريغو، غادي نخليه على جنب دغيا دغيا كتتلقى البنات، ولكن انا دائما كنعاود نفورو في الكسكاس باش كيجيني هكذا رطب بحال يلاه طب لاول مره. هنا
هنا من بعد ما غسلت العدس خليته كيقطر هكا مزيان وخليته على جنب، وقلت غادي نحضر شي حاجه اخرى، ما حد يوقف في الكوزينه ندير شي حاجه اخرى اللي نقدر نستافدوا منها من بعد. بان لي شويه ديال التفاح، هذه مده الصراحه هو كيدور في واحد الشبيكه ديال المناسبه نستافد منه، فقلت غادي ندير واحد لي طارتوليت اللي جبتهم معايا من برا، وغادي نعمرهم هنايا بواحد الوصفه ديال التفاح واللوز، كيجيو الصراحه رائعين جدا ولدات. اول مرحله غادي نقي التفاح ديالي كامل ونقطعه الى قطع او لا الى مكعبات. من بعد ما قشرت التفاح مزيان وقطعته الى قطع، هنا فوق نار متوسطه وضعت تقريبا واحد المعلقه كبيره من الزبده، هنايا درت زبده بدويه، وغادي ندوبها هكا فوق النار، وغادي ناخذ هذاك التفاح ديالي وغادي نعسلو. غادي نضيف عليه فقط شويه ديال القرفه وشويه ديال السكر سنيده، ونديه ونجيبوه هكا في المقله حتى يتعسل مزيان، وكيطلق ليا واحد لاصوص كيولي البنات بحال اون كومبوت، ولكن كيبقاو هكا فيه الطريفات اللي صاينين. بالنسبه للقرفه غادي ندير معلقه ديال القرفه ومعلقه ديال السكر سنيده، وكتبقى دائما حسب الاختيار. الناس اللي كيبغيو هكا ديك ريحه القرفه تكون مجهده يمكن لكم تضيفوا واحد الكميه كبيره، الا كنتو كتبغيوها يعني تكون خفيفه يمكن لكم تنقصوا، يعني دائما الملحه وعفوا السكر والقرفه على حساب الذوق ديال كل واحد. صافي هنايا غادي نسد المقله ديالي وغادي نخلي التفاح يتعسل مزيان وترجع لي ديك السخونيه كيولي البنات ترطب. وصافي في هاد الاثناء غادي ناخذ العدس وغادي نوضعها ولا غادي نضيفها على المرق. وصافي هنا تقريبا راني ساليت، ما بقيتش غندير شي حاجه كثيره، فقط هذاك المسمن كما قلت لكم غادي نعاود نفورو في البرمه والكسكاس. وهادو هما لي فون طارت اللي غادي نستعمل، صراحه زوينين بزاف البنات، جبتهم معايا من مرجان، وكاين الحلوين وكاين المالحين، هادو زوينين البنات، فيهم واحد المذاق اللي زوين، وديك لاباط ديالهم مقرمله، يعني سي لاباط بريزي مقرمله هكا ومقرمشه من بعد ما كتخرجوها من الفران. وغير الاشاره يمكن لكم تستعملوهم يا اما هكذا وديروا فيهم واحد الصلصه ديال اولا واحد الكريمه وديروا فيهم الفواكه وتدخلوهم الثلاجه مباشره وتناولوهم، اولا يمكن لكم تعاودوا تدخلوهم للفران اللي كنتو غديروا فيهم شي حاجه اللي غادي تطيب. في هاد الاثناء المرقه ديالي راها طابت، غادي نضيف عليها في اخر مرحله واحد البصله مشلضه اللي دائما كنخليها حتى الاخر عاد كنضيفها، كتعطي واحد البنه وفي نفس الوقت واحد الديكور زوين لاصوص ملي كنبغيو نسكيو هذيك الرفيسه ديالنا. صافي هنا غنبدا نعمل لي فون دو طارت ديالي بالتفاح ونرجع لكم باش نوريكم الشكل النهائي. غير الاشاره البنات، هنا ما نحتاجوش نهائيا ان نديرو شي كريمه في الاسفل، لان اصلا هذاك التفاح رطب بزاف ولا هكا شاد واحد شاد يعني بلاصتو هكذا مزيان، وجا بحال واحد لا كومبوت كما قلت لكم. غناخذ واحد المعلقه ونحاول ما امكن انني نوزعه بواحد الطريقه اللي متساويه. وفي اخر مرحله قبل ما ندخلو للفران غادي نضيف عليه شويه ديال اللوز افيلي باش يعطيني هكا داك البنه ديال اللوز والتفاح، كتجي زوينه بزاف وكذلك المنظر. الان غندخلهم للفران درجه الحراره 180، غير الوقت اللي غادي يتحمر فيه اللوز فقط، يعني غنبقى مراقبهم تقريبا واحد 10 ديال الدقائق يتحمر اللوز ودوك الجوانب ديال لاطارت، وصافي نخرجهم ونخليهم يبردوا. تما سلقت شويه ديال البيض باش نزين به الرفيسه، وهنا الصراحه عجزت نجبد البرمه والكسكاس كامل لان عندي كبيره، فخيت فقط واحد الطنجره وغادي نعمرها بشويه ديال الماء ونوضع فيها المسمن ديالي من بعد ما تطلق كيف ما لاحظتوا، ونفورو هكا. صراحه البنات كما قلت لكم كيرجع بحال يلاه طيبتوه لاول مره، يعني ملي كيكون المسمن جديد وكديروه في الفريغو منين كتخرجوه بحال يلاه طيبتوه لاول مره. صافي هنايا غادي ندير ديك الكميه كامله تقريبا اللي عندي، وغادي نخليها تفور على خاطرها الوقت اللي غادي نمشي نشوف شنو ندير.
صافي البنات، هنا الفتة ديالي هي واجدة، الآن غادي نبدأ نحضر الإناء، غادي نزينها بشوية ديال التمر وشوية ديال البيض. وخاصة صراحة الدراري ما كياكلوا لا بيض لا تمر، يعني كناكلوا غير أنا، بعض المرات راجلي ما كياكلوش، فأنا عزيز عليا نزينها واخا هكداك. وصافي هنا كنبدا نسقيها، غادي ندير الطريفات ديال الدجاج وغادي نحط الغداء أو عفوا العشاء، ونعاود نرجع باش نوريكم الشكل النهائي ديال لي طارت. وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال لي طارت اللي حضرت معكم بالتفاح واللوز، كيجيو رائعين جدا ولذاذ، وديك لاباط بريزي كتجي هكا مقرمشه. ماشي ضروري اننا نطيبوها في الدار ونضيعوا فيها الوقت، لكن عندكم الوقت ديروها في الدار، يعني ما كاينش احسن من الحاجه ديال الدار. ولكن ملي كتبغيو هكا الحاجه اللي كتكون تشهيتوها وتديروها بالزربه، يمكن لكم تقداوها واجده، رائعه جدا البنات، فيها واحد المذاق اللي زوين ولاباط مقرمشه ومقرمله، فريمون عجبتني بزاف. هذا هو الشكل ديالهم من بعد ما خرجتهم من الفران وخليتهم كيبردوا، غير الاشاره هنا دهنتهم بشويه ديال الناباج، يمكن لكم ديروا الناباج اولا ديروا شويه ديال المربى، كيبقى لكم الاختيار، لان ملي كديروا هكا وكتدهنوهم من فوق كيجي شكلهم كيلمع وكيجي شكلهم زوين بزاف. ويمكن لكم كذلك تزوقوهم بشويه ديال السكر الثقيل من الفوق، غندير لكم وحده اولا جويجات هكا تشوفوا الشكل ديالهم كي تيجي، كيجيو كذلك رائعين جدا. وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما زينتها بالسكر الثقيل، حتى هي كتجي زوينه بزاف، كيجي شكلها هكذا راقي، والريحه ديال البنات التفاح مع القرفه ما نقولش لكم، واحد الريحه اللي رائعه جدا. كنتمنى البنات الفيديو ديال اليوم تكون نال الاعجاب ديالكم، الا كنتوا اول مره كتشوفوني اليوم ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد، اللايك ديالكم ولي كومونتير دائما تفرحوني وكيدعموني. كنضرب لكم موعد قريبا جدا فكره جديده موضوعيه، تنقول لكم الى اللقاء.